من اهم الحاجات في شغله الفريلانسنج دي ان الواحد يكون بيعرف يسعر شغله. اتكلمنا قبل كده في حلقه من زاك توك عن ازاي تسعر شغلك، ولكن كنا بنتكلم عن شويه مبادئ او شويه خطوات هتمشي عليها علشان تقدر في الاخر تعرف تدي سعر للعميل اللي جاي لك ده. قاعده او معادله لو عملتها صح هتقدر من خلال الطريقه دي انك تعمل الموضوع بسهوله جدا. وهنتكلم كمان عن طريقه تانية برضو ازاي تسعر الساعة بتاعتك، يعني لو انت شغال مثلا في Upwork او حتى لو شغال برا ازاي تدي لنفسك سعر في الساعة، يعني هتقول انا باخد في الساعة كذا، فازاي نوصل للرقم كذا ده. فالنهاردة في حلقة زاك توك هنتكلم في كل الحاجات دي، ان شاء الله تكون حلقة مفيدة يعني، واشوفكم بعد الانترو. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه الاخبار؟ معاكم محمد زقزوق من zackworks.com وzackworks.academy. حابب بس قبل ما نبدا الحلقه اني اقول لكم على خبر جامد جدا، ان النهارده عاملين خصم 70% على كل كورسات الاكاديميه والورش اللي فيها، كورس الموشن جرافر، ورشه نيكست، ورشه فيروس، كل الكلام ده عليه خصم 70%. انت متخيل؟ يعني الباكج بتاعت زاك ووركس كلها اساسيات الافتر افكتس من الصفر الى الاحتراف، اكتر من 50 بروجكت، ده غير كمان انك هتعمل برومو لعربيه اودي كيو 7، وكمان هتعمل منظر للزومبي جامد جدا تحسبا يعني لاي زومبي يظهر في المستقبل. هتشتغل بقى على كميه برامج زي الافتر افكتس طبعا، سينما 4D، وطبعا اوكتين ريندر انجن، وانريل انجن، واساسياته كمان مشروحه داخل ورشه فيروس. ولكن اعمل حسابك ان الخصم لفتره محدوده جدا، خصم 70%، والبرومو كود هو all zack works. الحق الخصم قبل ما ينتهي، لانه هينتهي بسرعه جدا والعدد محدود. صدقوني الخصم ده مش هيتكرر تاني ابدا، انا نفسي دلوقتي مش مصدق اني بقوله الحقيقه. فيفضل انك تشترك بسرعه. البرومو كود تاني هو all zack works. ندخل في الحلقه. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات زاك توك. حلقه النهارده زي ما قلنا قبل الانترو هتكون مهمه جدا، لان كل بني ادم مننا مصمم جرافيكس او حتى شغال في اي شغلانه ولكن يعني فريلانسر بيقابله دايما مشكله، وهي ازاي اسعر الشغلانه اللي جايه لي او البروجكت اللي جاي لي. انا لحد النهارده بيقابلني نفس المشكله، ولكن الحمد لله من فتره يعني مش كبيره قوي اكتشفت طريقه ان ازاي اعرف اسعر البروجكت اللي جاي لي ده بكل سهوله. ولكن خلينا نقول في البدايه احنا في ظروف اقتصاديه مش ظريفه قوي، فعشان كده ما ينفعش دلوقتي نقول لاي شغل لا، وبالتالي طبعا العميل او الزبون هيضطر ان هو يوطي سعر او يقلل السعر شويه علشان هو عارف برضو ان الظروف الاقتصاديه مش ظريفه. فاحنا هنلعب على كل الكلام ده بحيث ان احنا ندي سعر عادل للعميل وفي نفس الوقت ما نخسرش الشغل ده، لان زي ما قلنا ما ينفعش دلوقتي نقول لاي شغل لا. فاول طريقه معانا، وهي الحقيقه اثبتت نجاح باهر جدا في كل مكان اتعملت فيه الطريقه دي، وهي طريقه الخطط او البلانز او الشرايح. والطريقه دي بكل بساطه عباره عن انك بتدي للعميل اكتر من سعر، وليكن بلان A، بلان B، بلان C، والخطط دي كل حاجه فيها بتبقى عباره عن باكج. فبتبدا ببلان A مثلا ان هي تكون وليكن سعر $100، بلان B وليكن 150، بلان C ممكن نقول 350، وهكذا. وبالتالي ده بيعمل حكاية انه يختار، او ان العميل بيحس انه هو اللي بياخد القرار مش انت، علشان برضو تهرب من حتة الفصال شوية. فالعميل بيبقى قدامه شوية اختيارات او options بيقدر يختار منها المناسب بالنسبة له، ومش لازم ان انت تقول له سعر معين فهو يقول لك لا والله كتير فالشغلانة تطير. فموضوع الشرايح ده ظريف جدا، لازم تعمله في شغلك. تالت حاجة مهمة جدا برضو، انك لازم تبقى عارف ان الشغل كله مش مقابل مادي، لا في مقابل معنوي طبعا اكيد عندك شغل. وبرضو من ضمن انواع المقابل اللي بتاخدها، وهي انك بتزود الهيستوري بتاعك او السيفي بتاعك او البورتفوليو بتاعك بيكبر، وطبعا خبرتك بتزيد وحاجات كتير قوي. فالموضوع المقابل المادي ما تبقاش قافل مخك عليه، لا انت بتاخد كمان اكتر من مقابل، يعني حتة الفلوس هي جزء من البروسيس او جزء من الشغلانة او جزء من العملية كلها. ولما كنا اتكلمنا في حلقة زاك توك اللي فاتت من فترة كبيرة ازاي تسعر شغلك، نقط او خطوات، وهي مثلا ان عدد سنين خبرتك بيفرق طبعا، العميل اللي جاي لك ده شكله عامل ازاي، يعني قناة فضائية غير محل بقالة مثلا. فخلي بالك من الحكاية دي جدا، انت العميل ده ازاي تصنفه او ازاي تدرسه كويس علشان تعرف هو هيقدر يدفع ولا لا، وبالتالي الشغلانه ما تطرش. المعادله بقى اللي انا جاي اتكلم عنها النهارده والمفيده جدا الحقيقه في موضوع السعر ده، انك بتحسب مصروفاتك السنويه وطبعا الشهريه، كل جنيه بتصرفه او كل قرش بتصرفه لازم تحسبه كويس جدا وتكتبه في ورقه على جنب، زائد انك بتحط هامش ربح، سواء بقى هامش الربح ده 25%، 50%، 100%، ايا كان. ولكن يفضل انك لو مبتدئ تحط هامش ربح
مثلا 25%، شيء برضو مش ضخم قوي علشان تعرف تعمل سعر مناسب بالنسبة لك. بعد كده بتحسب عدد الساعات اللي انت بتشتغلها على مدار السنة كلها، وطبعا لازم تشيل الاجازات والويك اندز واجازات البنوك والمواسم وكل الحاجات دي، لازم تنقصها من عدد الايام او عدد الساعات اللي بتشتغلها طول السنة. وبعد كده بتجيب مصروفاتك السنوية دي وبتجمعها على هامش الربح اللي انت عايز تحققه، وليكن زي ما قلنا 25%، وبعد كده بتقسم الرقم ده على عدد الساعات اللي انت بتشتغلها طول السنة، هيطلع لك رقم. الرقم ده هو الساعة بتاعتك، او ان انت المفروض تشتغل بكام في الساعة. وبالتالي لما يجي لك اي عميل، لو انت يعني هتفضل الطريقة دي او لو انت عايز تشتغل يعني بالساعة، فهتقول والله انا العميل ده هشتغل في البروجكت ده مثلا 5 ايام، فخمس ايام في اليوم بتاعي 9 ساعات، هتضرب 9 ساعات في 5 ايام في سعر الساعة بتاعك، هيطلع لك رقم. الرقم ده هو اللي هتديله للعميل. فدي طريقة جامدة جدا لحساب سعر المشروع اللي جاي لك ده. فبالمعادلة دي انت خدت جزء من مصروفاتك وخدت جزء من هامش ربحك وديت للعميل سعر عادل او مناسب. يبقى النهاردة اتكلمنا عن طريقتين، وهي طريقة الخطط او الشرائح او البلانز، ودي طريقة مناسبة جدا لو هتشتغل بالبروجكت او هتدي سعر للعميل يعني البروجكت كله على بعضه بكام، والطريقة التانية انك لو هتشتغل بالساعة، وعرفنا ازاي هنحسبها. وبكده تكون حلقة النهاردة الحمد لله خلصت على خير. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان تشوفوا الحلقات اللي جاية من زاك توك. كان معاكم محمد زازوق من zackworks.com وzackworks.academy. السلام عليكم.